سيدات على الطريق. الاسم ده سمعناه كتير قوي الفترة الأخيرة، تقريبا كان موجود بقوة شديدة على السوشيال ميديا الكام يوم اللي فاتوا. مجموعة بنات زي القمر ما شاء الله قرروا ان هم يعملوا مبادرة يعلموا بيها غيرهم سواقة السكوتر. طبعا الموضوع مش موضوع بس تعليم سواقة، لكنه كمان بيساعد على فتح باب رزق للي حابب ده. يعني بمعنى مثلا انه في المدربة بتعلم اللي هي البنت اللي عايزة تتعلم او الست اللي عايزة تتعلم، فهي ممكن تاخد الموضوع ده كمشروع توصل بيه طلبات، كمشروع توصل بيه بنت او ست زيها. طيب ايه سبب بقى؟ دي تفاصيل طبعا هنتكلم معاهم عن المبادرة الجميلة دي وايه سببها، هنعرفها من ضيوفنا اللي منورينا في استوديو. انتي رحمة محمد مؤسس مبادرة سيدات على الطريق، كريمة رمزي مدربة في المبادرة، اهلا بيكم. اهلا بيكم، منورينا جدا. وبعدين يعني انا اول حاجة عايزة اعرف قبل المبادرة والكلام عنها، الفكرة اصلا جات لك ازاي يا رحمة؟ انا اصلا من وانا صغيره بحب ركوب العجل جدا. كنت على طول اعمل مشاكل بسبب الموضوع ده، وكنت على طول اتخانق مع اخويا بسبب ده، وهو رافض ان انا اركب عجل وانتي بنت، وانا كنت اهرب واروح اركب عجل. وفين؟ في الشارع عادي؟ في الشارع. ما بيهمكيش حد؟ لا بس لا، ركوب العجل ملوش علاقة بالبنت والراجل، عادي ده كل الناس بتركبه. لا بس في الشارع، في المناطق الشعبية بيبقى فيها مشكلة طبعا. لما لقيت الموضوع ابتدى يظهر بقى شوية على السوشيال ميديا، حبيت ان انا بقى لا يعني ده مجالي بقى، وانا لازم انا لازم ادخل وادخل بقوة يعني. اتدربت واشتريت السكوتر، وابتديت الاول بعمل بيه المشاوير العادية والبسيطة. زي ايه يعني؟ يعني اودي مثلا ابني المدرسه، اجيبه من المدرسه، اروح مثلا اي مشاويري العاديه عند اهلي ايا كان. طب معلش يا رحمه، الحاجات البسيطه دي. انت حصل لك حاجه خلتك تعملي ده؟ يعني مثلا حد ضايقك في المواصلات؟ في ما هي دي، هي ما كانش ده السبب، بس انا اكتشفت بعد كده ان هو بيحميني من ده. طبعا انك بتبقي لوحدك ومش بتتعرضي لاي حد بالزبط. مضايق ما بقتش بقى اشوف حد في الشارع بقى خالص، انا ماشيه في طريقي ولا حد بالزبط. بيعكس ولا حد، او حتى اللي بيعكس انا مش في دماغي اصلا، مش شايفاه ومش سامعاه. انت لانك لوحدك خالص ومحدش طالع يعمل لك حاجه. بالظبط كده. بس ابتديت بقى ان انا حاسه لا انا مش شبعانه شغفه، او مش مبسوطه ان انا بطلع كل يوم كده مشوار بسيط وبتاع. حبيت بقى ان انا اشتغل بيه، ابتديت ادخل على السوشيال ميديا واشوف البنات عندي اوردرات وعايزه اوصلها، ومحتاجه لو يا ريت لو بنت. طبعا البنات وقتها كانوا بيشتغلوا بالمواصلات العاديه. طب يلا انا معاكم. اروح بقى اجيب الاوردرات واوصلها، ويعني لقيت الموضوع فيه ربح، وفي نفس الوقت انا مبسوطه جدا. تعملي حاجه بتحبيها؟ انا طول الوقت بسوق بقى. بتعملي الحاجه اللي بتحبيها وفي نفس الوقت بتكسبي منها. بالظبط كده. الفكرة بقى ان انا اعلم البنات دي حصلت من موقف حصل قدامي في الشارع. كنت ماشية وانا بوصل اوردرات، قابلت بنت صغيرة في السن شوية، وماشي وراها ثلاث شباب بيعكسوها باسلوب مستفز. مستفز اكتر ان مفيش حد في الشارع دخل. يعني عارفه زمان بقى اللي هو لا عيب مثلا، عيب ما تعملش، سيبوها. لا واقفين بيتفرجوا. واللي يقول هي تستاهل، هي لابسه مش عارف ايه. الشارع كان زحمه، انا كان عندي وقت ان انا يعني وراهم، شارع كان مش عام، شارع جانبي يعني. فوقفت لها اركبي معايا انا هطلعك بره على الشارع، تركبي اي عربيه او حاجه. خدتها ووصلتها لحد البيت، نزلت وشكرتني وبتاع. وبعدين لقيت تاني يوم بابا بيتصل بيا وانا متشكر جدا واللي حصل، وبنتي كان حاصل معاها هي بقى موقف، وكانت ناسيه شنطتها مع صاحبتها فما معهاش فلوس تركب مواصلات. المهم ايه، فهمت يعني الموضوع. ابتديت اتكلم معاها، طب انت ليه ما تخليهاش تجيب سكوتر وتتعلمه بدل المشاكل اللي بتقابلها في الطريق؟ وبدا هو بقى بيحكي لي عن الازمه، ان هو بيضطر ينزل يوصلها عشان اللي بيحصل. لا يعني جيب لها سكوتر وتبدا هي تتحرك بيه، وتبدا هي تبقى مسؤوله عن نفسها. بالظبط. فعلا ست وميت راجل، هي اللي اتدخلت يعني. طب انت ايه تعرفي تدربيها وكده؟ قلت له زي ما انا اتدربتها هدربها، زي اللي انا بعرف اعملها واوريه لها وتعمل زيي وتمشي في الطريق. دي كانت بدايه الموضوع، وفعلا اتدربت ورحنا مع بعض عملنا الرخص، نفس بقى الخطوات اللي انا خدتها خدتيها عملتها معاها. بالظبط. طيب
حضرتك بقى استاذه كريمه دخلتي المبادره ازاي، وكان برضو بتحبي العجل والحاجات دي ولا؟ هو انا كنت على طول في المصيف بالنسبه لي بيتش باجي وعجل والفيسبا والحاجات الصغيره دي كنت هوايه لغايه لما بعد كده بقى في سكوتر ونزلت اتعلمت عليه، وبعد كده اتعرفت كابتن رحمه برضو كان عن طريق السوشيال، وكان بتديني اوردرات وهي كانت لسه ما شافتنيش ما تعرفنيش، وبعد كده بقيت معاها على طول. متعب على البنات او الستات ومربح في نفس الوقت ولا لا؟ هو مش متعب لو انت عندك شغف ليه، لو انت حابه، لو انت حابه تسوقي اصلا بالظبط مش هتحسي باي تعب، بالعكس انت بتحسي بمتعه فظيعه، احساس ولا اروع بصراحه يعني. فلا ما بتحسيش باي تعب خالص خالص، مفيش اي ارهاق، انت طول الوقت على الطريق الهواء في وشك كده لما بتقعدي اصلا يومين ما تسوقيش بتحسي انت طب حلو. الهواء في وشك بقى في الشتاء بتعملي ايه؟ الهواء في الهلمت وال بس برضه برد قوي، اللي احنا في العربيه بنبقى بردانين. لا الجاكيت وبتبقي مقفله والله برافو عليكي يا بوكي. وبعدين عارفه يا فرح، هي ما شاء الله كانت بادئه ان هي بس بتتعلم، دلوقتي انت بقيتي مدربه. كمان بيبقى ممتع اكتر لما تحسي انت بتعملي بيه حاجه مختلفه. انا كنت بوصل ولادي بيه الدروس، كنت باخد بنتين ورايا وابني قدامي ما شاء الله، فكنت ماشيه في الشارع محط اعجاب كل الستات والرجاله اللي هو وفر عليا طبعا مواصلات جامده جدا ان انا اوديهم دروس واجيبهم من دروس، ده كان ميزانيه تانيه طبعا خالص. اكيد غير كده انت متحكمه في وقتك اكتر، بيوفر لك وقت فظيع، هو توفير وقت رهيب في عز الزحمه، انت بتلاقي نفسك سالكه كده وعلى الطريق الناس كلها واقفين في الاشاره الحمراء وانتوا قاعدين. دي اللحظات اللي بتتصور بقى فيديو كده طلع لهم لساني وكده. النهارده انت لما خدتي الخطوه دي وقررت ان انت اصلا تسوقي سكوتر، مش بس ان انت تبقي النهارده صاحبه مبادره وصاحب وكابتن، لقيتي بقى في تعارض مثلا من اهلك من جوزك من ناس حواليكي، الانتقادات حتى اللي كنت بتسمعها في الشارع بتعملي فيها ايه؟ في الشارع ما بسمعش، هاند فري وهلمت فما بسمعش، بالعكس اللي بيحصل دلوقتي في الشارع وخاصه من الستات الكبيره بقى علامه اللايك بقى وعلامه النصر برافو وبرافو عليكي وربنا ربنا يسهل طريقك. ماما لو شافتك هتتبسط بيكي قوي. هو فعلا برافو عليكي. يعني الانتقادات السلبيه بتبقى من الشباب الصغير اللي هو ايوه انتوا دخلتوا بقى في كل حاجه، انتوا قرفتونا بقى حتى ده كمان نطل لنا ده فيديو كمان وانتوا بتسوق اهو معانا على الشاشه. كوكي اللي ورايا اوكي كنا رايحين 57، كنت عامله رايد ل 57 ما شاء الله. كان يوم جميل جدا بصراحه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. طيب عايزه اسالك سؤال بقى، المبادره اسمها ستات على الطريق، سيدات على الطريق. أيوة. طيب يعني سيدات ستات والمبدا واحد، ده معناه ان انتوا مش بتعلموا رجاله؟ لا مش بنعلم، ما يعني مالكوش دعوه خالص بالحته دي، هم يعلموا نفسهم بقى عندهم هم يعلموا نفسهم بقى خلاص، هم اصلا بيعلموا بعض وبيعلموا بعض اساسا بطريقه ايه اللي هو الشبحانه بقى، خد بقى الغرزه دي واعمل مش عارف ايه. ستات على الطريق ليها قواعد ثانيه وليها قوانين ثانيه وليها مسافات امنه بقى، واحذر في ستات هنا على الطريق فخد بالك بجد. يعني انت النهارده لما بتيجي تعلمي بتعلمي الموضوع بجد بشكل احترافي وبشكل امن، يعني قولي لنا كده الحاجات البدايات لما تيجي التعليم. بدايات التعليم في الاول خالص قوانين الشارع، انت ماشيه في طريق مش لوحدك، ازاي بتحافظي على المسافه الامنه بينك وبين العربيات، ازاي بتظبطي ايدك على سنس البنزين انك تبقي ماشيه بسرعه امنه، ان لو حصل لا قدر الله اي حاجه قدامك حد ضرب فرامل تقدري انت تلمي برضو نفسك وتمسكي نفسك، ما تتوتريش وما تتخضيش. بالظبط بتحصل في العربيات طبعا وفي التريلات وفي كل حاجه، في كل حاجه بنسوقها ده بيحصل، فاحنا بالظبط بنعلمها ازاي بقى تتفادي اخطاء الغير، ازاي تبقي ماشيه مركزه في 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 مرايات في يمين وشمال وقدام وورا والكلام ده كله. بس طيب ايه يعني هسألك انت بقى، ايه او اصعب موقف قابلك انت بشخص، يعني حاجه شخصيه، انت سايقه دلوقتي ومش معاكي ولادك مش معاكي اي حد، انت لوحدك حصل لك موقف صعب جدا اللي هو قلتي لا انا حتى لو ده شغفي انا مش هسوق تاني، مش عايزه اوقف؟ الحمد لله فتره وقتي ما اتحطيتش في حاجه زي كده، هو بس كانت كل مشكلتي لو السكوتر عطل وابدا ازقه في الشارع بلاقي بقى كل باصص اللي هو ايه هي ماشيه ليه كده، طب نساعدك، بالعكس كنت بلاقي دعم وناس كتير اللي هو نساعدك محتاجه حاجه او كده، انا اللي كنت بقلق بصراحه اقول لهم لا ميرسي تمام مش عايزه حد يساعدك، انا ما حد يضايقك انا تمام.
طول ما احنا لابسين السيفتي محافظين على نفسنا ماشيين ملتزمين خلاص. ما برافو عليكم بجد برافو. لكن ما حدش بيحاول مثلا يكسر عليكي يضايقك وانت ده وارد ان هو يحصل ده وارد يعني. يمشي حتى لو سايقه عربيه وممكن حد يستظرف ويكسر عليكي بس ده يوتر. لا لو محافظه على الثبات الانفعالي سواقين الميكروباص لا ده موضوع دي حلقه لوحدها دي مش فقره دي حلقه دي حاجه ثانيه على كل الناس ما تقلقيش على كلنا صعب. طيب رحمه النهارده يعني اي احترافيه في الموضوع لا طبعا اكيد مفيش اشارات احنا ما فيش مرايات لا هو فجاه بتلاقيه اصلا قدامك خلاص اصل انا بتكلم ان الموضوع ده بتحصل على الدائري حضرتك دي ثلاث حواري اربع حواري واقفين جنب بعض يجي واحد بقى عايز يطلع فهو كده من غير حتى ما يرمي بعينه على المرايه هو بيعمل كده وياخد بقى تحس ان هو ماشي الدائري بالعرض اصلا هو في طريق لوحده حبيبي مفيش حد بيفتح الباب بقى في اجره ورا ناقصه فيروح فاتح الباب بقى انا بعاني من الموضوع ده بعاني منه حقيقي يعني نفس المشاكل اللي بتواجه اي حد ماشي على الطريق مش بس السكوتر اكيد طبعا. طيب النهارده بقى انت عندك مبادره وما شاء الله بنات بقوا كتير جدا تقريبا بقى كام بنت وانت ناويه ان شاء الله المبادره دي تكبر لحد فين لحد فين نبدا السؤال من الاخر. انا نفسي اخش القرى والمحافظات نفسي كل بنت تبقى عندها وسيله المواصلات الخاصه بيها بتحصل مهازل في المواصلات العامه. انا في يوم يعني بعد ما كنت بسوق خلاص وكابتن وكل حاجه بس اضطريت ان انا اليوم ده انزل اركب مواصلات وركبت اتوبيس مش بقى هي حاجه كده مواصلات اصلا عندك فوبيا من المواصلات انا ما بحبش المواصلات ليه يا رحمه تحسي بايه يعني حصل فيها كذا مشكله بالنسبه لي. طب خلينا بقى نعرفهم ناخد بس الفاصل ونرجع نعرف المشاكل بالتفاصيل كلها. هنروح فاصل صغير ونرجع لحضراتكم. رجعنا لكم مره ثانيه عشان نعرف المشاكل اللي رحمه كانت بتواجهها في المواصلات وطبعا ما اعتقدش ان رحمه بس يعني في بنات كتير جدا بتقابل مشاكل سيئه للغايه في المواصلات وان شاء الله ما حدش يتعرض لها تاني يعني قولي لي بقى كملي. كانت انتهاكات كان تحرش الشباب انا مش فاهمه بصراحه ايه اللي بيدور جوه مخهم بس كان دايما يحصل لي معاكسات بالايد باللمس فانا كنت الاول بخاف فانزل يعني اخاف اتكلم او اخاف اخد رد فعل تاخديش موقف يعني بالظبط. ابتديت بقى يعني فتره بقى ما ابتديت اشتغل بقيت مضيعه مرتبي كله على التاكسي مثلا فدي برده كانت بتبقى مشكله بالنسبه لي طبعا. حصل لك فوبيا لما حصل بقى لما حصل وبقيت اسوق السكوتر وبقيت يعني هو بيدي للشخصيه قوه اكتر والموقف اللي انا بحكي لك عليه ان انا ركبت اتوبيس كان مع صاحبتي مادونا ولقينا بنت بتتعرض لنفس المشكله قدامي بقى فانا قمت بقى عملت الواجب عملت ايه لا احكي لنا التفاصيل لا انا قمت ضربته انا ضربته هي الكلام ده عشان هي مؤثر في نفسيتها اصلا بالظبط انا قمت ضربته وما سكتنيش غير لما نزلوه وامين الشرطه خدوه انت مش من حقك انت في دايره كده حواليا انت مش المفروض تقرب منها اصلا طبعا طبعا. طيب بنشجع بقى على قياده السكوتر بسبب ان عايزين بقى نشجع حريه عايزاكي بقى تقولي لي يا رحمه النهارده ايه الفرق بين الموتوسيكل والسكوتر عشان في بنات الموضوع داخل عندهم في بعض وكمان تقريبا السعر ايه يا كوكي سعر السكوتر السكوتر عشان مفتوح من قدام اولا فده بيتيح لاي بنت ايا كان شكل لبسها اللي بتلبس دريس بتلبس جيب اللي بتلبس نقاب احنا معانا بنات منتقبه بتسوق سكوتر تمام وده برده حاجه من الاستقلاليه وفي نفس الوقت عشان ما حدش يضايقها البايك بتبقى قعدته مش لطيفه شويه يعني بتبقى عادته رجالي شويه بيحكمك ان انت لازم تبقي لابسه بنطلون طبعا هو برده متعه تانية خالص لان هو بيبقى مانيوال وبيبقى فيه سرعات وبتبقى السرعه بتاعته ازيد فالسكوتر انا شايف ان هو مناسب لكل البنات ايا كان طريقه لبسها ايه امان اكتر ليها يعني في طريقه اللبس بالظبط هو اوتوماتيك وفي نفس الوقت سرعته ما بتتخطاش 120
غير كده وزنه اخف بكتير، فسهل للبنات انهم يتحكموا فيه اكتر من الحاجات المانوال. وانت لما اشتريتي السكوتر بتاعك كان يعني في حدود الاسعار، متوسط الاسعار؟ حاليا الاسعار بادئه من 18000، بس شركات التقسيط دلوقتي تقدري ان انت بجزء من مرتبك توفري ده لنفسك. طبعا مقارنه بالعربيات هو ارخص بكتير طبعا، ولو قارنتي بينه وبين المبلغ اللي ممكن تصرفيه شهريا على المواصلات هتلاقي لا برضو وفر معاكي جامد، اللي هو انت بدل ما هتصرفيهم مواصلات هتدفعيهم قسط، لا فارق طبعا. لا وغير كمان ان هي بتشتغل عليه فيعتبر بيرجع لها الفلوس بتاعتها تاني. بالظبط كده، بيصرف على نفسه وعليها. بالظبط. لا دي حاجة جميلة جدا يعني. طب عندي سؤال بقى، في مواصفات او في شروط معينة ان انا اتعلم يعني اتعلم اركب سكوتر ازاي او اعمل ايه؟ لا هو في حاجات بتسهل حاجات يعني، انت لو عندك مثلا خلفية عن العجل، سوقتي عجل، فده بيساعدني جدا في البالانس. تمام. لان في الاول بتبقى البنت قلقانه ومتوتره، طبعا هو بيبقى اتقل من العجله طبعا، فالبالانس اصلا بيبقى في شويه مشكله. لو التوازن. بتعرف تسوق عجل لو بتعرف تسوق عجل فده بيبقى اسهل شويه. ممكن ناخد التوازن في سيشن واحده. بجد. سنس البنزين بتاخدي برضو وقت على ما ايدك بتاخد فين النقله وفين امتى ازود وامتى اهدي والكلام. أيوة ده. أيوة. الحركات. طب عايز اسالك سؤال، في بنات جت وجربت وما عرفتش تكمل؟ في، بس انا دايما يعني كنت باخد معاها خط تاني بقى، انا جاي اخدك النهارده نفسح. طيب فراح اخدها ورايا. هي دايما بتيجي في السيشن الثانيه اما تحس ان هي ايه ده، انا بقالي تو سيشنز ومش عارفه لسه اسوق. لا انا على فكره انا كنت زيك، انا حصل معايا 1 2 3، تعالي بقى ايه هفسحك واخدها بقى ونطلع على طريق مفتوح. فتنبهر جدا. تنبهر بقى تاني ويرجع شغفها تاني. مع السرعه كمان بيشد طبعا. اكيد. طيب بيغير المود جدا وترجع هوا طبعا. طب احنا معانا بقى حبيبتكم مادونا سليمان، مديره العلاقات العامه في المبادره. اهلا يا مادونا. اهلا بيك، ازاي حضرتك؟ ازيك يا مادونا، عامله ايه؟ الحمد لله. كان نفسي يا مدونة، ربنا يخليكي، يعني كان نفسي جدا تكوني منورانا، بس خلينا كده تقولي لنا ايه دورك في المبادرة، وخصوصا ان انت في العلاقات العامة يعني التعامل مع الناس، احكي لنا. هو الموضوع بدأ معايا ان انا اتعرفت على كابتن رحمة لما جيت اتعلم سكوتر، وعلى الاساس دوت اتواصلت معاها واتقابلنا وعلمتني. بعد كده لقيت انه المبادرة كان ممكن يكون محتاجة شوية ماركتينج وفي ار والجزء ده بتاع العلاقات العامة، فقلت لها خلاص انا هشتغل معاكي في الحتة دي. وفعلا بدأنا من النقطة دي، بدأنا ان احنا نطور الصفحة، بدأنا ان احنا نتواصل مع قنوات اخرى، وبدأنا ان احنا نتواصل مع اماكن ممكن تبقى بتريكوجنايز او بتدي اهتمام للمبادرة يعني. تمام. وعلى الاساس ده بدأنا ان احنا النهاردة هو معاكو منورنا. ان احنا نبقى نور لينا وشرف لينا، وان احنا نبقى موجودين، لان احنا نفسنا ان الموضوع يبقى معروف اكتر وينتشر اكتر فعلا. طبعا، لان ده هدف اصلا من الموضوع، لانه هو بجد سواقه السكوتر هي زي ما بنقول كده هي ستيجما وستيريوتايب، او ان هو يعني معلومات خاطئه كده منتشره على مستوى المجتمع، انه السواقه دي غلط، يعني مرتبطه اكتر بالرجاله او بالشباب، وان البنت ما ينفعش انها تسوق سكوتر، او ما يصحش او ما ينفعش. فلقينا انه لا الست ممكن على فكره تعمل كل حاجه، يعني كنت طبعًا. بسمع كومنت انه لا انتوا مش هتعرفوا تسوقوا، فكنت حاسه اللي هو ما هو ما دام انت بتقدر تسوق اكيد انا هقدر اسوق، يعني اكيد طبعًا. الموضوع يعني هينفع يحصل، يعني مش موضوع. لا احنا كمان يا مادونا في برنامج انت ما فيش حاجه اسمها مستحيل، او ان البنت ما تعرفش تعمل، او ان الست او ده مجتمع ذكوري، احنا بنعرف نعمل كل حاجه. ايوه طبعا. والله فعلا احنا هنا يعني بنشدد جدا على الموضوع ده، ان احنا كل بنت تعمل ايه عايزاه طبعا. مفيش حاجه دلوقتي ست ما بتعرفش تعمل حاجه، اسمها ست ما بتعرفش تعمل حاجه. ست نازله اشتغلت سواق على توك توك وسواق على تروسيكل وبتسوق كل حاجه. طبعا احنا معانا طيار كمان. هو كان هدفنا كمان ان احنا نوعي المعلومات دي، ان احنا نوضح ده، وكمان نوصل للبنات، لان هو كان في مسج كتير قوي. انا لما كنت ببقى مثلا بسوق سكوتر كان في ناس كتير قوي بتبقى مهتمه بالموضوع، بمستغربين، في منهم بيشجعوا، في منهم بيبقوا بيدوا جزئيه السبورت، ان هو ايه ده الله، ده انتوا برافو عليكم، طب احنا عايزين نبقى زيكم، طب انتوا بداتوا الموضوع ازاي. وكان الموضوع بيبقى يعني انا كنت بحس بصراحه بفكر ان احنا بنعمل حاجه يعني مش منتشره، بس انا بصراحه نفسي انها تنتشر، ونفسي ان
الموضوع ده يوصل بشكل اكبر ان شاء الله يوصل وياخد وقته كمان. للسبونسرشيب دي يعني نتمنى ان شاء الله. لا هي ان شاء الله باذن الله. هو بس عشان الموضوع ممكن يعني الثقافه بتاعته مش موجوده قوي في مصر، لكن واحده واحده الناس هتاخد عن الموضوع ويبتدي ينتشر تتعود عليه زي اي حاجه في الاول، زي اي حاجه في الاول بتبقى الناس مش واخده عليها ومستغرباها، وبعد كده بيتعودوا وبتدي كل الناس تعملها عادي. بالظبط دي حقيقه. طيب بقول لك يا مدونة بقى، عايزه كات يعني قولي لي كلمتين لرحمه والكوكي. انا يعني بشجعهم من كل قلبي في المبادره دي، وانا بصراحه اكتر حاجه او سبب خلاني دفعني ان انا اهتم بالموضوع انه انا حسيت انه لا دي فكره محتاجه تظهر للنور اكتر ما هي موجوده. يعني هي كانت موجوده على مستوى بسيط شويه، لا احنا محتاجين ان الموضوع ده يوصل، وانا فعلا فخوره بيهم جدا ان هم بياخدوا الخطوات دي. كابتن رحمه ان هي اصلا الفكره جات لها والاسم ان هو يجي لها سيدات على الطريق، واحنا موجودين على فكره، احنا مش مجرد موجودين في اي حته، لا احنا كمان على الطريق. ففكره انها كانت توصل الفكره دي طبعا دي حاجه يعني فخر كبير جدا للمجتمع. طبعا كابتن كوكي طبعا فخوره بيها جدا ان هي بتشتغل بالموضوع ده. انا يمكن يعني لما جيت اتعلمت انا بتعلم عشان يعني فور فان شويه عشان اروح شغلي، يعني ما كانش الموضوع ان انا اشتغل بيه، لكن يعني بصراحه انا فخوره بيهم جدا ان هي تبقى بتصحى الصبح وهدفها ان هي تاخد السكوتر وتنزل بيه وتشتغل بيه وتفكر في فكره بره الصندوق، مش فكره كل الناس بتفكر فيها، يعني مش مجرد مواصله فقط، لكن كمان جزء من يعني دخل مادي للبيت طبعا. ممكن كمان دخل مادي ليا انا شخصيا، انه تبقى البنت مش مجرد بتعمل حاجه بسيطه او بتشتغل شغل العادي، لا احنا كمان بنوصل ده ان دي شغلانه ممكن الواحد يشتغلها، يعني مش بس يعني حكره على الرجال او الشباب. فانا فخوره بصراحه بالفكره، واحنا فخورين كمان، احنا كمان فخورين بيكم كلكم. ان شاء الله الفكره تنتشر وتقدروا تساعدوا كل البنات اللي الناس بتضايقهم في المواصلات او اللي عايزين دخل، يعني غير المضايقه كمان البنات اللي محتاجين دخل ومش عارفين يشتغلوا ايه، حاجه هتسهل لهم وفيها متعه في نفس الوقت. اكيد بالظبط دي حقيقه. ويعني احنا اوريدي بنعمل دوت، احنا بنوصل الجزئيه بتاعت احنا البنت بتيجي ما بتبقاش متعلمه للسكوتر، كابتن رحمه بتعلمها، بتدي لها الكورس بالكامل، بيبقى على كذا سيشن او كذا حصه يعني. بعد كده بتبتدي ان هي تاخدها، لو هي البنت مثلا محتاجه ان هي تعمل يعني نوع من انواع الدخل الزياده، عشان مثلا زي ما قلنا قبل كده ممكن السكوتر ده بيجي بالقسط، لان ممكن البنت بتبقى بتعتمد على نفسها بس، ممكن عايزه تاخد ده كدخل زياده طبعا اضافي علشان تكفر المصاريف الشخصيه بتاعتها، عشان يعني تدفع فلوس القسط بتاعه. اوقات بيبقوا عايزين ده، بتبقى حالات قدامنا، او مثلا بتبقى محتاجه تزود دخلها بشكل عام. فبالطريقه دي هي كابتن رحمه كمان بتساعدها ان هي يا اما تشتغل في شحن المنتجات، يا اما ان هي بتساعدها ان هي توصل بنات، بس ده بيبقى من خلال صفحتنا احنا عشان نضمن سلامه البنات. يعني احنا ما فيش حد، دي حاجه برضو عايزه اوضحها، انه ما فيش حد يقدر ان هو يوصل حد باسم سيدات على الطريق الا من خلال الصفحه. يعني لازم اي واحده بتطلب اوردر ان هي مثلا عايزه توصل من مكان لتاني لمكان اخر، لازم يبقى من خلال صفحتنا، علشان برضو ما يبقاش في حد بيستخدم اسمنا علشان يقدم. اكيد طبعا صح طبعا اكيد، عشان دي الخدمات اللي احنا خاصه بينا احنا. وبنتمنى بصراحه يعني ده امنيتي الشخصيه، ان احنا يبقى عندنا حاله من السبونسرشيب او الدعم المادي او الريكوجنيشن من ممكن لو في مثلا وزاره الشباب والرياضه، نتمنى ده، او يعني يبقى في عندنا حد يقدر يسبونسر الموضوع، بحيث ان احنا نكبر اكتر من كده. اتمنى، واحنا بنشكرك جدا يا مدونة، ويمكن قالت نقطه مهمه، دايما وزاره الشباب في ظهر كل بنت واي حد بيعمل مبادرات، دكتور اشرف صبحي دايما بجد بيعمل كده. فخلينا بقى كمان ناخد بقى حسن من القاهره. حسن اهلا وسهلا، خير مساء النور، ازيك يا حسن؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، واضح المعرفه. يا حسن بقى ايه رايك في المبادره؟ عجباني جدا. ماشي. انا مبدئيا بس ما قلتش الاعداد، بس انا اسف، انا جوز كابتن رحمه. ده انت واضح انك معجب قوي بالمبادره. قاصد بقى هي اتكسبت معانا هنا في الاستوديو خلاص. وشها جاب الوان يا حسن، انت لو شفتها دلوقتي متوقع. لا لا، وشها كابتن رحمه رحت فين؟ انا عايز اقول لك بس من الاول، المبادره دي حاجه كويسه جدا، هي اول ما عرضتها كانت متحمسه جدا ليها، وفعلا جابت نتيجه كويسه، وان شاء الله اللي جاي احسن ما شاء الله. هي باين عليها اصلا يعني الحماس، وما شاء الله على مكالمتك ومداخلتك، يعني ان انت فرق في ظهر زوجتك ودايما على طول ما شاء الله ما شاء الله يعني. طبعا طبعا. عايز اقول لك المبادره والسكوتر والشغلها بصفه عامه فرق في شخصيتها جامد جدا للاقوى والاحسن، خلاها تعرف تسيطر على مواقف ما كانتش تقدر تفكر فيها اصلا قبل كده، تتحط في مواقف لوحدها وتخرج منها كويس، تتصرف كويس، تبقى عندها رد فعل سريع ما شاء الله. ودي خبره كويسه لاي بنت في الوقت دوت، مفيش حاجه مضمونه في الدنيا، ولازم الشخص
راجل او ست يتعرف يعرف ازاي يعرف يتصرف موقف تحت ضغط او موقف يبقى معتمد على نفسه، فده فرق جدا معاه. صحيح، ويبقى معتمد على نفسه كمان. يعني احنا بنشكرك جدا، انت كمان في ظهر زوجتك ما شاء الله. يعني لا ما شاء الله، بس يا حسن بصراحه كده كسوفها بيقول ان السكوتر مش هيحولها راجل على فكره. طبعا يعني تفضل محافظه على انوثتها. الست ست والراجل راجل، احنا مش عايزين نتهول يعني. ربنا خلق كل واحد كده. الأول وفي دول لغايه دلوقتي منعت تسوق العربيه، هي الست ما حولتش العربيه، ما حولتش الست الراجل. لا خالص، هي علمتها تعتمد على نفسها بس. لا عندك مواصلات مش اكتر، هي مش بتحول حد لحاجه ولا تخلي الراجل راجل. يعني الراجل راجل والست ست، لكن احنا بنحاول بس ان احنا نساعد نفسنا. بنحاول نساعد نفسنا، بس حاجه بتحميك وحاجه كويسه. ايوه صح يا حسن، بس خلينا كده بصراحه، يعني في الاول كده انت ما رفضتش الفكره، ما خفتش عليها، قلت لا انت حد هيضايقك في الشارع، هيحصل لك اي مضايقات من شباب صغيره؟ لا بصراحه قلت لها كل كلمه، قلت لها واكتر، هيحصل لي كذا، هيحصل لي كذا. طبعا الواحد اللي بيشوف حياته وفرق السن بيني وبينها والخبره، خلينا نشوف طرق كتير مش كويسه. وطبعا اتمنى اللي ولا حاجه من دول تحصل لها، بعد كده هيحصل لي كذا، هيحصل لي كذا. لقيتها لا هي مصممه وانا هجرب وهشوف. قلت لها طيب، بعد كده الوضع بقى اتعكس، بقت هي اللي خايفه من حاجات معينه تعملها ولا لا اروح. وانت بتفوز ظهرها بقى خلاص. ما شاء الله عليك. طب حسن خد الخبره كلها بقى بتاعتك انت محتاجاها، وانا واثق فيكي. دي اهم حاجه. طب حسن عايز اسالك سؤال بصراحه بقى، بتركب سكوتر ولا لا؟ ورحمه علمتك ولا علمتيه؟ علمته. ما خدتش منها يعني. ما بحبش السواقه خالص. وطول عمري رافض اصلا فكره اني اجيب موتوسيكل او سكوتر، وما ركبتش غير معاها. يعني رحمه مؤثره اهو. مؤثره جدا. طبعا كان بيقلق منه. فلما لقاني انا يعني متحمسه جدا للفكره، ابتدى فعلا يعني وقفت معاه كده شويه، هنا بنزين وهنا فرامل، هو انطلق يعني. انا بقيت اوقات كتير بقى عندنا رايد ياخدني وراه شويه، انا اسوق انا وهو، عشان احيانا بنطلع سفريات يعني، فبتبقى المسافه كتير علينا. اخده بقى انا وراي شويه كده. طب ده حلوه مختلفه طبعًا. طبعا اكيد يا حسن، وربنا يخليكم لبعض بجد. واضح ما شاء الله الدعم على وشها، ودايما بنقول ان ورا كل ست نفسها تحقق حلمها وتوصل لطموحها وتصدق نفسها، ان يكون شريك حياتها بيدعمها زي ما انت ما شاء الله بتعمل كده، وهو الدعم الاساسي ليها في حياتها، فيخليها دايما تعمل حاجات احسن واحلى. ده اي راجل وست واي علاقه يعني لازم تكون كده ان شاء الله. صح يا هايدي كلامك، وبجد رحمه انا اتبسطت جدا معاكي وكابتن كوكي، يعني بجد انتوا نموذج مشرف جدا لاي ست واي بنت، انها تعتمد على نفسها وانها تحمي نفسها، وان مفيش حاجه اسمها ده مجال ذكوري او اي حاجه، لا الست بتعرف تعمل اي حاجه. بشكركم جدا جدا جدا. يا رب تبقوا استفدتوا واتاكدتوا من معلومه ان الست بتعرف تعمل اي حاجه في اي وقت وفي اي لحظه، ومفيش حاجه هرجع اقولها تاني اسمها ده مجال ذكوري، انت تقدري تعملي اي حاجه ما دام ده حلمك. تعالوا بقى نروح فاصل صغير قوي ونرجع على فقره جديده.